مشاهدينا الكرام، نحن الآن على الطريق المؤدي إلى مدينة مصراتة. هذا الطريق المؤدي من سرت إلى مصراتة شرقا، البوابة الغربية أو الشرقية لمدينة سرت، وغربا بوابة الغربية باتجاه مصراتة. هذا الطريق هو طريق المحطة البخارية، والتي زعمت قنوات الإخوان المسلمين بأنها تسيطر على تلك المنطقة. قناة بير الحدث أتت على الفور لعين المكان لتكذيب هذه الإشاعات، وأيضا للقيام بواجبنا الوطني وأيضا الإعلامي والصحفي لوضع المشاهد الكريم في عين المكان بالصوت والصورة. لا تزال مشاهدينا الكرام جحافل القوات المسلحة تتقدم شرق مدينة مصراتة. هذه الجحافل مكونة من عدة كتائب من جميع المدن أتت لتلبية النداء الواجب الوطني ضد الغزو التركي. مشاهدينا الكرام، ربما اليوم سنتحدث عن ضربات جوية دقيقة نفذتها القوات الجوية باستهداف العديد من الأرتال أو رتلان فقط، يعني تم استهدافهم، عفوا، كان أحد متوجه إلى مدينة سرت تم استهدافه صباحا، والآخر متوجه صوب مدينة هون، أيضا تم استهداف هذا الرتل وسقوط العشرة والجرحى للميليشيات الإرهابية. مشاهدينا الكرام، يعني لربما نقلنا لكم هذه المداخلة في خضم جولتنا داخل مدينة سرت. سوف تكون لنا لقاءات أخرى وتكون لنا جولات عديدة داخل المدينة مواكبة إلى تحركات القوات المسلحة والدفاع عن مدينة سرت. أيضا يعني نحن في ساعات القليلة قبل المهلة التي أعطتها أو التي خرجت عن المبادرة المصرية والتي رحبت بها العديد من العواصم العربية والأوروبية، القوات المسلحة إلى هذه اللحظة ملتزمة بهذا القرار وبهذا الاتفاق. لربما سوف تلتزم به القوات المسلحة، في حال لم تلتزم به الطرف الآخر سوف يكون الرد قاسي. اليوم رصدنا معنويات الجنود، هي معنويات عالية جدا، الجميع مستعد لتلبية نداء الوطن والدفاع عن كل شبر في ليبيا، ولربما العودة حتى إلى مناطق التي انسحبت منها وتم تغيير التكتيك فيها حسب هذا الاتفاق، وحقنا للدماء والعبور في ليبيا إلى خارطة جديدة. في حال لم تلتزم القوات الغازية في هذا الاتفاق فسوف يكون الرد قاسيا. هذا ما استنتجته خلال حديثي مع عدد من الضباط، وما رصدته من خلال معنويات رجال القوات المسلحة.